صباح الفل، ما تستغربوش، انا قلت اعمل لكم الفيديو ده قبل ما انزل اروح الشغل، وعملته كده بالصدفه. وانا قاعد بفر كده في الفيسبوك لقيت واحده بتتكلم، انا استحيت ان انا اجيب جزء من كلامها عندي على القناه. بتتكلم عن عيد الحب، وبتتكلم بجديه جدا، وبتتكلم بتقول ايه فيما معنى الكلام كده عشان مش حافظه بالنص، ايه المشكله لما كل واحده تسعد جوزها، انا اسف اللي هقوله، وتسعده وتجيب له بنات يبسطوه ويخلوه يبقى سعيد ويبقى قدامها. وقالت اللفظ ده كده، الراجل كده كده بيتقرمط، فما بيتقرمط قدامك احسن ما يتقرمط من وراكي. ايه ده، هو انت عندك برود للدرجه دي؟ يعني ايه يتقرمط قدامك بدل ما، وايه لفظ يتقرمط ده؟ هي شكلها يعني ست فاضله، ده الظاهر لينا، لكن للأسف كلامها كان جدي جدا، وكانت بتصر عليه وبتضحك قوي. ولفظ الأرمطة ده مش عارف جايبيه مين، أنا كراجل أقسم بالله ما كنت أعرف يعني إيه يتقرمط دي، ولا يعمل إيه يعني يلعب بديله يعني، بس هي جابتها يتقرمط. يا شخص أرمطة عليك وعلى سنينك، إيه ده؟ عيد حب إيه بتطلب فيه إن الواحدة تبقى تشوف جوزها يعني في وضع مش محترم قدامها وفي بيتها؟ إحنا وصلنا لحد كده؟ هو كل واحد عايز يشتهر ولا يقول كلمتين يطلع يقولهم كده عادي؟ بقت الدنيا سايبة، مفيش احترام، مفيش أدب، مفيش أخلاق، مفيش حياء، هو إيه اللي جرى؟ أنا بتكلم جد والله، الفيديو استفزني جدا. أنا مش عارف دلوقتي بتتفرجوا عليه الصبح، وغالبا هتبقوا بعد الظهر بتتفرجوا على الفيديو ده، لكن بجد قبل ما انزل قلت استفزيت جدا لدرجة أن قلت لازم أعمل الفيديو ده. هو مفيش ضوابط خالص على الفيسبوك ولا على اليوتيوب، مفيش احترام، مفيش أخلاق، وايه اللي حصل؟ يعني ايه؟ يعني هو في ايه تاني باقي بعد كده؟ يعني انت لما تشوفك صحابك، طب لما تشوفك جوزك بقى يعمل ايه؟ يتبسط بيك قوي بقى وتلاقيه داخل معاه اتنين بقى وبتاع، ايه ده؟ ايه السخافه دي؟ وانت وضعك هيبقى كده فعلا؟ طب انت بتدعو الناس دي كده، انت تقبليها انك تعمليها؟ كلام سخيف جدا. يا جماعه القناه دي خطبيطه، يعني اي حاجه بقولها عليها من اي اتجاه، من اي ناحيه، من اي زاويه، ايا كان فني سياسي، لا سوري دي لا، فن رياضة، انتقاد، اراء، ده على القناة. فده فعلا ما قدرتش امسك نفسي وطلعت اتكلم معاكم عن الموضوع ده. الموضوع ده بقى سخيف جدا. انا مش هقول لحضرتكم الرابط فين، ولا هقول لكم قناتها فين، ولا الكلام ده كله، لان انا بقول لكم حزين، ده بتكلم عن الموضوع ده، فمش عايزكم تتجهوا ليها كمان وتسمعوا الكلام ده. الانتقادات دي طلتها على السوشيال ميديا، كل الناس دخلت على السوشيال ميديا وانتقدتها، وللأسف في جزء منهم 5% من الناس دي كانوا معاها فعلا ان هم يسعدوا جوزهم جوازاتهم بأي اسلوب كان، حتى لو كان بنت هتسعده بذمة كلامها. انا اسف جدا فتحت الموضوع ده بجد، لكن والله حاجات كتيرة قوي دفعتني ان انا اتكلم اخلاق ومبادئ وادب. الحمد لله دوروا على قناتي كده وفتشوا فيها، لا يمكن اكون بتكلم عن حاجه مش محترمه، لا يمكن اكون بتكلم عن حاجه في غير سياق الاخلاق والاحترام. انا بشكركم، دعم منكم يا ريت سبسكرايب واللايك والشير، 9000 مشترك، وللاسف بلاقي 3% منهم بس هم اللي بيشوفوا الفيديوهات، مش عارف ليه، يعني ناس مشتركه ولا 3% من 9800 او 400 هم بس اللي بيتفاعلوا مع قناتي. والله العظيم احترت وفكرت جديا ان انا انهي موضوع اليوتيوب ده وان انا ما اكملش على القناه، لكن وانتم مقتنعين بيا يا ريت دعمكم ليا. شكرا ليكم، كان معاكم هاني حفظ الله وامن، والسلام ختام.